شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان الدوحة. أقول السلام عليكم أولا ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. موضوع حلقة اليوم هو عن زكاة الفطر، حكمها ومقدارها ووقت إخراجها وعلى من تجب ومن يستحق. نجيب على كل هذه الأسئلة للمشاهد الكريم مع ضيوف الكرام. معي في الاستديو الشيخ تركي بن عبيد المري، حياك الله شيخ تركي. الله يحييك الشيخ أحمد، وحييك وحيي ضيوفك الكرام وحيي الإخوة المشاهدين من خلف الشاشات. أيضا معنا الحقيقة والجديد ويطلع معنا في قناة الرجال لكن في برنامجنا أول مرة الشيخ عبد الله بن عيسى العبد جبار، حياك الله أبو عيسى، وسعد لك معنا في برنامج رمضان الدوحة. حياكم الله، الله يحفظكم الشيخ. ايضا الشيخ شقر الشهواني، حياك الله شيخ شقر، سعد اجدك معنا. انا سعيد ايضا بوجودي وارحب بك وارحب بضيوفك الكرام وبمتابعينا امام الشاشات. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. شيخ دكتور عايش القحطان، حياك الله ابو عبد الله، سعد اجدك معنا في حلقه اليوم. حياك الله وبياك يا ابو محمد، وحيا الله مشاهدينا الكرام. فيك شيء اليوم؟ لا لا الحمد لله. شيخ الكرام، حلقتنا اليوم تتكلم عن زكاة الفطر الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأيام مباركة مرت سريعا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخ تركي، ما هي حكمة مشروعية زكاة الفطر؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زكاة الفطر سميت زكاة للفطر لأن موجبها هو إكمال عدة رمضان، والفرح بإكمال العدة وشكر الله عز وجل في نعمة إكمال العدة كان من مظاهره هو عيد الفطر. ولما كان عيد الفطر مناسبة يفرح فيها المسلمون، راعى الإسلام فئة من الناس عزيزة على نفوسنا، راعى هذه الفئة من الناس وأوجب هذه الصدقة. وهذه الصدقة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ثم قال: طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وهي كذلك طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، فهي طهرة له من أولا من البخل، لأن الزكاة والبذل بذل المال فيه علاج للشح والبخل، والشح آفة من الآفات المهلكة التي تمنع من البذل. فإن الإيمان كما جاء في بعض الآثار، الإيمان نصفان: شكر وصبر، والشكر عماده البذل. ولذلك كان الشح عدوا لهذا النصف الذي هو نصف الإيمان الذي هو الشكر، وضدا له، فكان لابد من استعمال الوسائل التي تساعد في علاج هذه الآفة المهلكة، وكان منها تشريع الزكاة وإيجابها في مال المسلم. ومن ذلك كذلك صدقة الفطر، والتي شرعت كما قلنا طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي جابرة لما حصل من الخلل في صوم الصائم في صيامه وفي عبادته في رمضان، فهذه تأتي كالجبر كالجبر لما حصل من الخلل وسد النقص الذي فيه. أيضا فيها إظهار أو فيها معنى ظاهر للتكافل، فلك أن يعني تتأمل كيف أن الشارع أوجب زكاة الفطر في كل من كان عنده فضل يزيد على قوته وقوت عياله. يعني زكاة الفطر تجب حتى على الفقير بالمعنى المذكور في باب زكاة المال. فالغني في باب زكاة المال هو من يملك نصابا، بينما الغني في باب زكاة الفطر هو من يملك فضلا زائدا عن قوته وقوت عياله. فهذا الإنسان الذي هو فقير هو كذلك هو يستحق حتى زكاة الفطر،
يعني هو يأخذ ويدفع. هذا المعنى الظاهر في التكافل. النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الأشعريين فقال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في كساء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. هذا المعنى بحذافيره تجده منطبقا في هذه الفريضة. فيها معنى للتكافل. نتكلم شيخ أكثر عن الأمور الاجتماعية اللي تعود على زكاة الفطر وأخراج زكاة الفطر من القنيل للفقير وأيضا الفقير أيضا إلى الفقير الآخر. لكن شيخ عبد الله متى تجب ومتى تسقط زكاة الفطر؟ أولا بما أنك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما أنك سألت متى تجب فدل هذا على أنك حكمت على زكاة الفطر بالوجوب، وهذا هو قول هذا يعني قول جمهور أهل العلم إن لم يكن إجماع. وقد نقل ابن المنذر إجماع كل من عرفه من أهل العلم على أن هذه الزكاة واجبة، إلا قولا طبعا شاذا نقل بعد ذلك عن بعض المتأخرين من المالكية، وكذلك هو منقول عن داود بن علي الظاهري، ولكنه قول شاذ ترده الأحاديث. فقولك متى تجب؟ نقول تجب عند كما هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، تجب من مغيب شمس آخر يوم من رمضان، يعني بمجرد أن تدخل ليلة العيد تبدأ ليلة العيد، هنا بدأ وقت وجوب إخراج هذه الصدقة. الوجوب أو جائز إخراجها قبل الشيخ ولا؟ لا، الوجوب يبدأ من هذا الوقت بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. قبل ذلك هذا بالنسبة للوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها يعني مثل هو قول عند المالكية وهو مذهب الحنفية إلى أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد، وقبل ذلك لا تجب. وهذا يترتب عليه أشياء لعلنا نشير إليها بعد ذلك في أثناء الحديث. وسؤالك الثاني تقول متى يجوز إخراجها؟ نعم، قبل ذلك. نعم، اختلف أهل العلم في جواز في الوقت الذي يجوز إخراج فيه الزكاة زكاة الفطر قبل وقت الوجوب. فذهب مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز إخراجها من أول الحول قياسا على تعجيل زكاة المال، بجامع أن كلا الزكاتين زكاة واجبة. وذهب الشافعي رحمه الله تفقها وقياسا إلى أنه يجوز إخراجها من أول رمضان، وقال ذلك يعني لأن السبب وجوب هذه الزكاة هما سببان في حقيقة الأمر، صيام رمضان والفطر منه، فلما تحقق أحد السببين جاز التعجيل، وأحد السببين يتحقق من أول رمضان بصيامه. قياسا على زكاة المال فإن زكاة النقد لها سببان، النصاب وحولان الحول على النصاب، فلما وجد النصاب جاز تعجيل الزكاة وإن لم يحل الحول. فقال الشافعي لما وجد أحد سببي وجوب زكاة الفطر جاز تقديم الزكاة وإن لم يكن بدأ وقت الوجوب. ذكرنا الشيخ شاقر الحكمة من أيضا زكاة الفطر ثم أيضا على من تجب، لكن أيضا أين إخراجها؟ هل يعني الآن إخراجها في بلد الصائم نفسه أو في بلد المقيم نفسه أو إخراجها خارج البلد اللي هو يقيم فيه؟ نعم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، واجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. أما فيما تكلم فيه الأخوة جزاهم الله خير فقد فادوا وأجادوا، وهي تجب على كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على كل حر وعبد وذكر وأنثى وصغير وكبير، فيخرجها غالبا صاحب البيت أو الأب أو من يعيل أهل بيته سواء الخدم والسائقين وأبناء الذين في بيته، يخرجها عن نفسه وعن من يعولهم من المسلمين الذي هو يتكفل بطعامهم ويتكفل بمبيتهم، يخرجها عنهم، والأصل تكون في نفس البلد الذي هو فيه. الخدم كثير ناس الخدم أنت تطلع عنه ولا هو الخادم يطلع عن نفسه؟ يعني الأفضل فيما دار عند الناس أنه يخرج أو هو اللي غالب يخرج عنهم بس يخبرهم، لأن الفرض عليهم. إحنا غالبا العمال اللي عندنا هم ليسوا عبيد إنما هم أجراء، فمعاملتهم غير معاملة العبيد.
هذول الأجراء أنت تقول لها بشرط يكون مسلم أيضا، لا تخرج عن الكافر الهندوسي والنصراني وغيره، ما تخرج عن زكاة الفطر، إنما تخرج عن المسلم منهم ويخبر بهذا الأمر أن يا فلان ترى أنا بطلع عنك الزكاة، يا محمد يا عبد الله يا زيد يا عبيد أنا بطلع عنك زكاة الفطر، ويخبره بهذا الأمر. الأصل أنه يخرجها مثل ما قلت في البلد الذي هو فيه، لكن واقع الحياة اللي نحن فيه الآن وأعتقد حال الأمة الإسلامية لا يخفى على أحد أو على متابع، فإن الحاجة في الخارج أكبر وأعظم وأشد، فحري بالإنسان يعني حتى وإن أراد يعني يطبق السنة في إخراجها بنفسه وكذا لا ينسى الأخوة في الخارج، فحاجتهم شديدة صراحة. أنا ما بتكلم شيخ عايش عن موضوع الخلاف الآن الإخراج أموال أو إخراج أطعام، مع أن الحديث ذكر الشيخ تركي قبل شوي بأن أطعامها صاعا من شعير وذكر الحديث الموجود، إخراجها مال أو إخراجها أطعام ما هو الأحكام الشرعية في هذا؟ بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. طبعا المفروض إخراجها طعام، لكن بعض أهل العلم جوز إخراج، يعني أنا أروح للجمعية أعطيها مال الجمعية تطلع طعام، يعني الجمعيات الآن اللي موجودة تطلع اللي هي 3 كيلو. الناس تساهل في مسألة الإطعام وتطلعها فلوس. أي فالراجح فيها من أقوال أهل العلم والثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قالوا الإخوان، صاع من شعير صاع من تمر الأخير فتخرج طعاما، هذا الصح، هذا الراجح فيه من أقوال أهل العلم. فأنت تأخذ مبلغها اللي هو 3 كيلو تقدرها بكم، هم يقدرونها عندنا ب 15 ريال أو 20 ريال. بس من زمان 15 ريال، يعني 15 ريال الآن أصبحت 20 سنة والمبلغ. يمكن قررنا فترة قبل يومين الشيخ يوسف الغرضاوي أنه يطلب بزيادة المبلغ الموجود لين 20، يعني مكتبه لين 20. هو هذا يجوز طبعا، لكن أنا اللي أبي أذكر فيه مثل ما قال أخواني قبل شوي، هو متى يجب إخراجها، لأن في أقوال كثيرة فيها. ف عند المالكية قالوا قبل 15 خلال 15 يوم، عند الشافعية قالوا يوم أو يومين، عند أحمد قال ليلة العيد، فهم مختلفين حتى متى يخرجونه. فالأمر هذه فيه سعة، احنا ما نضيق على الناس، لكن الراجح من الأقوال والصحيح عند كبار أهل العلم وعند الجمهور أن إخراجها طعام. هذا خلاف استوضيح المؤسسات الخيرية ترى تخرجها طعام، وهذا اللي المؤسسات الخيرية تخرجها طعام، هي تطبق السنة في جانبين، في مسألة أنها طعام وليست مال، إنما هي وكيل، كما أن الغالب أن الأب لو بيخرج يمكن يوكل الزوجة أو يوكل السواق أو غيره، فالمؤسسات الخيرية هي إنما وسيط، هي وسيط، هي وكيل، نعم. هي تسمى وكيل، هي الموكلة بشراء هذا الطعام، وهي أيضا الموكلة بدفعه في الوقت الذي يجب الإخراج فيه. الحديث إن شاء الله عن زكاة الفطر أيضا ما زال مستمر مع ضيوف الكرام، وسنناقش أيضا مواضيع كثيرة أيضا تهم المشاهد الكريم، لكن أطلع فاصل قصير ثم أعود إليكم. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. الآن اليوم نختم فقرة مغانم والتي كان يعدها الزميل حسن الرميحي بتقريره يتضمن نماذج من بعض التقارير السابقة. خلونا نشوف هذه التقارير ونرجع لكم. رمضان هو الشهر المفضل لوسائل الإعلام السمعية أو المرئية، يتنافسون فيما بينهم عشان يقدمون المحتوى الأفضل اللي يناسب هذا الشهر الكريم. احنا برامج طبعا طول السنة الحمد لله عندنا برامج كثيرة، لكن في رمضان برامج تكثر، خصوصا البرامج اللي هي تسوق للمشاريع الخيرية. في وظائف عندنا ما نقدر نتخلى عنها ولو يوم واحد، سواء عيد أو رمضان أو غيره. إذا جانا بلاغ ولا شيء طبعاً ما نقدر نسوي أي شيء، يعني نطلع البلاغ على طول. للكلمة أهمية عظيمة في حياتنا. أصبح الإعلام إجمالاً يعني دوره يتعاظم يوم بعد يوم، خاصة في ظل الثورة التقنية، ضرورة أن الإعلام اليوم يواكب المجتمع، يناقش قضاياه، يتواصل مع الرأي العام، مع الجمهور، يكون قريب جداً، يمثل نبض الشارع. بعد ما ينتهي الموسم الدراسي سنوياً ويبدأ الصيف، تكثر أوقات فراغنا ونحتار أحياناً وين نقدر نستثمر أوقات الفراغ هذه؟ فإحنا طبعاً كمركز شبابي يعني عندنا أكثر من نشاط بيكون،
سواء من ضمن مركز شباب برزان أو كفتيات برزان. شلون نقدر نستغل أجواء رمضان عشان نزرع في عيالنا القيم الرمضانية؟ هو فعليا يصير تهيئة نفسيا، مشاعر، أحاسيس، هذا اللي يصير لها تهيئة، ولذلك الطفل يعيش المشاعر والأحاسيس ممن حوله. شلون نتجنب الكسل والخمول بعد الفطور؟ شلون نتجنب أيضا العطش والتعب والجوع واحنا صايمين؟ النظام الغذائي في رمضان لازم احنا رمضان ولا غير رمضان ما يختلف وايد، انت لازم عقلك يكون موجود معاك، فما تبدا على طول الدب في اول ما تفطر على طول تحط كل الاكل مره واحده في وقت واحد في ذاك الوقت الافطار. رغم الضغوطات اللي لاقيها جاسم في الجامعة وضغوطات الحياة، أيضاً هو إمام لأحد المساجد في الدولة. والله هو شعور يعني حلو جميل إنك تكون إمام وتكون يعني طالع قدام الناس صورة طيبة وتعكس الدين الإسلامي. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، نواصل الحديث عن زكاة الفطر، لكن انا عندي في يدي تشوفون مشاهدي الكرام هذا الصاع جابه الشيخ شقر. ما ادري الشيخ شقر ليش جبته وليش يعني المشاهد، بس من باب التوضيح ورد في اكثر من حديث احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مساله المد والصاع والناس يغفلون عنها، مثلا ورد في حديث اظن انس او احد المشايخ ذكرني في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فالناس ما تتصور المقدار الذي كان، بعضهم قال مثل كفة اليد وكذا، هذا الصاع يتداوله المشايخ جيل عن جيل أو بعضهم عن بعض، فهذا عن الشيخ الياس البرماوي المدني عن شيخه عن شيوخه عن شيوخه عن شيوخه إلى أن يصلوا إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي ضبط صاعه على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الزمن والناس يصنعونه من خشب. بس صاع المدينة غير صاع مكة أظنها. أنا عارف أن في يمكن الصاع والمد في باب الفقه تختلف حتى العراقي والدمشقي وكذا. منهم ثمانية أرطاني أكبر من هذا. أيوه. أبو يوسف كان يفتي بهذا، فلما زار مالكا في المدينة ومعروف القصة في هذا، قال رأيت يعني هؤلاء يعني يقصد أهل المدينة رأيت يعني ما يزينون به يعني آصعهم. يكون يعني من عندهم أم أنه هذا هو العرف الذي جرى عليه في هل هو من عندهم أم أنهم أخذوه عن غيرهم؟ قال أخذوه عن غيرهم قطعا. قال إذن فهذا أقرب أن يكون صاع النبي صلى الله عليه وسلم من صاعكم. فرجع أبو يوسف من مذهبه مذهب شيخه أبي حنيفة إلى مذهب مالك في تقدير الصاع. لكن كم يقدر مقدار الصاع؟ يقدر تقريبا اليوم لو حطينا فيه الرز. وبعد في نقطة في أبواب الفقه في أشياء مكاييل وفي أشياء مقادير، الصاع والمد هذه مقادير، فربما هذه تشيل مثلاً كيلوين وربع أو كيلوين ونص على أقصى تقدير من الرز البسمتي. الشيخ أمشي برنامجه وفي فقرتنا قال 2 كيلو 35 جرام، عدل الشيخ؟ الشيخ عبد الله بن منصور، شيخنا الشيخ عبد الله بن منصور الغفيلي في بحث محكم له قدره من حيث الوزن ب2035 جراما، ومن حيث الـ يعني الـ المكيال قدره ب2430 مللتر، 2430 مللتر. يعني هل الإنسان الشيخ يأخذ بالأحواط الآن في مسألة زكاة الفطر بأن الرز لو خذ كيلو ونص من باب الأحواط له، ولا الزيادة هذه مقبولة أو لا؟ أولا الأرز ليس من الأصناف التي ذكرت في حديث ابن عمر، وعلى أي حال أنا يعني إشباع المسألة لم تشبع لا من حيث وقت وجوب الزكاة ولا من حيث يعني ما يجزئ في الفطرة. الكلام لك تفضل شيخ. طيب أما من حيث وقت الوجوب، وإذا في مداخلة من الأخوان أيضا ممكن يتدخلون معه حتى إحنا بدورنا ودنا المشاهد الكريم أيضا يستفيد من هذا الأمر، وإحنا ما جعلنا هذه الحلقة إلا من باب تبيان الناس في مسألة زكاة الفطر. أما ما يجزئ في الفطرة فمعلوم من الخلاف في مسألة يعني الفطرة، هل المجزئ فيها هي الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف على جهة التخير للتحديد؟ والمعنى في هذا أنه إن كان القوت من هذه الأصناف فبها ونعمت، وإن كان من غيرها فيأخذ من قوت البلد. الذي ذهب إليه الحنابلة وغيرهم أن أو في قوله حديث ابن عمر أنها للتنويع وليست للتخير،
وبناء عليه فيقتصر على هذه الأصناف، والأولى ما كان قوتا للبلد من هذه الأصناف الخمسة، وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. فإن كان الرز لم يذكر فيه الحديث. نعم، فالرز لم يذكر الحديث، لم يذكر في الحديث. فإن لم يجد من هذه الأصناف، يعني لم يحصل من هذه الأصناف عنده في بيته، فله أن يخرج من غيرها إن كان قوتا للبلد، بشرط أن يكون مما يكال ويدخر. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو الذي يجري عليه العمل في هذه البلاد. ذهب غيرهم إلى أن الواجب هو ما كان قوتا، الواجب هو ما كان قوتا. وذهب غيرهم أيضا إلى أنه يجزي حتى إخراجه قيمة. وأنا لا أريد أن أضيق على الناس في هذا الباب، الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، له حظ من النظر. من نظر إلى الزكاة من جهة المعنى أو غلب جانب المعنى، فإنه يقول الحاجة تختلف، قد يكون حاجته إلى القوت وقد تكون حاجته إلى القيمة، ولذا يجوز إخراجه قيمة. وهذا ذهب إليه طائفة من أهل الرأي كالحنفية وغيرهم. أما من نظر إلى جانب التعبد، وهي أن الزكاة هي عبادة من العبادات، وهي من مباني الإسلام الخمسة، والمغلب فيها جانب التعبد، فإنه يقتصر على ما ورد فيه النص. ومن أراد أن يسعف الفقراء بغير ذلك فله أن يخرج من حر ماله من غير هذه في غير هذه العبادة. والأسئلة مترددة في النظر. بالنسبة للعام مذهبه مذهب مفتيه، من أفتاه بشيء فإنه يعمل به ولا يضيق عليهم في هذه المسألة، ولا يجوز الإنكار عليهم حتى في هذا. أما من حيث أما ما يتعلق بوقت إخراجها، فالذي ذهب إليه الحنابلة إلى هو أنه يجوز إخراجها قبل عيد الفطر أو قبل فجر يوم عيد الفطر بيوم أو يومين. أكثر الناس الشيخ ينسونها، ودائما اتصالاتنا دائما في يوم العيد، يا شيخ نسيت طبعا هذا، نسيت زكاة الفطر إيش أسوي؟ هذا على جهة حكمة غيره. نعم، هذا على جهة الرخصة، هذا على جهة الرخصة. والأحبط يعني لمن أراد أن يترخص أن يخرجها يوم 29 لا يوم 28، لأنه لو أخرج يوم 28 وكان الشهر 30 كاملا فإنه يكون أخرجها قبل الفطر بأكثر من يومين، وبالتالي لا تجزئه، ويكون حكمها مراعا به كمال الشهر. فإذا كان الشهر ناقصا أجزأته، إذا كان الشهر كامل لم تجزئه. حتى لو موكل أو وكل الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية تخرجها فيما بلغنا أنها تخرجها في وقتها، يعني بعد غروب شمس، يعني بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. وكذلك بعضهم يقول نخرجها حتى قبل صلاة العيد. العيد. شيخ عبد الله، هل إضافة من كلام الشيخ تركي؟ نعم، فيما يخص مسألة الطعام والأصناف التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، كنا نخرج زكاة الفطر وإذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وصاعا من أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فكثير من أهل العلم استدل بقوله أو صاعا من طعام، قالوا هذا يشمل جميع أصناف الحبوب مما هو صالح للادخار والاقتيات، فيدخل فيه الرز ويدخل فيه يعني غيرها من الأشياء التي يستعملها الناس، يقتاتها الناس في بيوتهم، أو هي صالحة منقوت أهل البلد. وكل نعم، منقوت أهل البلد. يعني هذا القول هذا هو الذي ذهب إليه الشافعية رحمهم الله، وهذا هو وخالفوا فيه نصا ظاهرا للشافعي. هم يعترفون أن هذا ظاهر نص الشافعي، أنه يخرج من قوت نفسه كما جاء في الأم والمختصر، مختصر المزني وغير ذلك. وذهب الشافعية إلى أن هذا الظاهر غير مراد من الشافعي، وأن الصحيح من المذهب هو أنه يعتبر القوت الغالب. والقوت الغالب اليوم في البلد هنا هو الرز، هو الذي لا يخلو منه بيت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى معنى أشار إليه، وهو أن الفقراء يتشوفون إلى أن يشاركوا الأغنياء في مثل طعامهم في هذا العيد، فيعطى هؤلاء الفقراء من جنس الطعام الذي يأكله الأغنياء في العادة، حتى يعود عليهم بنفع. يعني حتى ما يكون أيضا هذا الأمر لما يكون قوت البلد بيكون نفع لهم أكثر من بعض الأمور، قد القط أو شيء قد يكون عند بعض العرب ما موجود هو القط، هو الأكل اليومي اللي عندهم اللي هو الإيش؟ القط أو القط. نعم، قد يكون لكن اليوم يعني مثلا هنا في البلد من يقتات الأقط
فالغالب القوت الغالب هو الرز وقد يقال أيضا التمر قد يقال التمر، لكن إذا أخرج الرز وهو الذي يفتي به أيضا حتى يعني كبار العلماء في هذا العصر يفتون بإخراج الرز على أنه القوت الغالب. المسألة الثانية وهو اختلاف المكاييل بالنسبة بحسب اختلاف أنواع الرز، فذهب مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة له منشورة في من ضمن المطبوع من الفتاوى قاس يقول أنا كلت الرز الذي وزنه مكتوب على عليه أنه أن وزنه كيلوان ومئة جرام، فيقول أنه أني قسته على كلته على بالصاع النبوي فوجدته يعني مساويا في الحجم للصاع النبوي، فقال أن الكيلوان ومئة مجزئ في ذاك النوع من الرز. وغيره من أهل العلم ذكروا أنهم كالوه فوجدوه ما يقارب 3 كيلوات، والفرق حقيقة ليس كبيرا بالنسبة للحبة، لأننا إذا نظرنا إلى الحبة الواحدة الباكستاني البشاور غير الحبة البسمتي، الحب الكبير يجعل فراغات يكون بينه ثغور في الصاع إذا كلناه، فهذا الثغور يكون هواء، فإذا عبئ يصل الحجم يصل إلى مثل الحب الصغير، لكن في الحقيقة الوزن مختلف لأن هذا الكبير يكون معبئا يعني بينه هواء. وأيضا الحبة الواحدة إذا يعني الفرق بين 3 كيلو والكيلوان ومئة أو الكيلوان وسبعمائة تجد أن الفرق في الحبة الواحدة يصل إلى تقريبا ربع، يعني مرة وربع أو مرة ونصف يعني تقريبا 3 حبات تعادل حبتين مثلا الحين. الحبة الواحدة قد تصل إلى مرة في الوزن يعني إلى مرة ونصف أو مرة وثلث أو مرة وربع، وهذا هو الذي يجعل الفرق بين 2100 و3000 هو في الحقيقة بالنسبة للناظر هو كبير، لكن إذا نظرنا إلى الحبة الواحدة يكون نسأل الشيخ عايش. الشيخ عايش الآن نعم سمع الشيخ عبد الله أيضا الشيخ عايش أيضا الرز الآن ما نبيش دعاية حق الرز اللي موجود الأسماء موجودة زين، لكن أيضا قد يكون العيش اليوم زين أو الرز اليوم قد يكون الخيشة هذه مثلا بهذا الثمن ونفس وزنها بثمن آخر، كيف الإنسان يختار في هذه الأمور؟ والله هو الأخوان جاوبوا على هذا كله أصلا، فهو يعتمد أهم شيء على الوزن من قوتك أنت من طعام أهل البلد المعروف تخرج منه. لا قصدي تنقي الرز، لو قلنا عن الرز الآن وهو طعام أهل البلد وقوة أهل البلد، كيف يختار الإنسان؟ هل يختار اللي خيشتها مثلا بهذا الثمن أو بهذا الثمن؟ لا مو بشرط يختار بينهم، هو إنها المهم إنها من قوة أهل البلد، يعني من الأطعمة الموجودة، لأنه قال من طعام بعدين خصص اللي هو التمر أو الشعير إلى آخره أو اللقط أو الزبيب. حتى التمر ترى في أصناف خلاص وفي غيره وفي غير قصدي لا بس المهم مش هو شيخ أحمد، المهم مثل ما جاء في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إيش طهرة للصائم من وشو من اللغو والرفث والطعمة للمساكين، فمن أخرجها قبل إيش قبل الصلاة قبل صلاة العيد فهي إيش زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعدها فهي صدقة من الصدقات، يعني ما نضيق على الناس نخصص ونختار وذا ما يعني ما مو بشرط أن نخصص فيها النوع والوزن، المهم الوزن اللي وجد. لكن حتى الامور الامور تعلق فيها بالنسبه لاختيار الرز اللي هو يؤكل، قصدي الانسان لما يقدر افضل عند الله تعالى، كانت يعني كانت ام المؤمنين عائشه كانت الزكاه او الصدقه لما تطلعها كانت تنظف الامور حتى تطلعها باجمل صوره، فانا اقول قصدي من سؤالي للشيخ عائش ان الانسان يختار ما هو افضل اللي تاكله في بيتك تطلع حتى يكون ايضا طعم. هذا هو الاوفق للحكمه، لان المقصود مشاركه الفقراء الاغنياء فيما يعني يفرحون به ويعني يتمولون به. الأمر الآخر مسألة الصاع هو من المكاييل وليس من الأوزان، يعني كل ما يملأ هذا الإناء فهو مجزئ سواء كان وزنه 2000 أو أكثر أو أقل، كل ما يملأ هذا الصاع فهو مجزئ. إنما قدر الفقهاء الصاع بالأوزان تيسيرا للناس في معاملاتهم، لأن تعامل الناس بالأوزان كان هو الأغلب في تعاملاتهم، فللتيسير قدروها بالأوزان، وإلا في الأصل هو الرجوع إلى المكاييل يعني إلى الحجم،
فما يملوا حجم هذا الإناء من الأصناف المعلومة فإنه يكون مجزئاً. أي أملأته تمرة أو 20 أو كيلو أو كيلوين، نعم. المهم أنه يمتلئ المقدار. هذا الصاع. هذا الصاع. شكراً. هذا الصاع اللي موجود أعتقد بيوتنا موجودة فيها، كل عجايزنا وبهاتنا الأولين كان عندهم الصاع في كل بيت. أنا أذكر أيام قبل كان عندنا صاع يدور في الفريج زي من بيت إلى بيت، وكان يوزعونه على الفقراء. هذا الصاع اللي موجود هو صاع المدينة. فاصل قصير وأرجع لكم. شكراً. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. أهلا بكم مشاهد الكرام من جديد. نتحدث الآن عن الأثر الاجتماعي لإخراج الزكاة. شيخ شقر، لابد في شيء اجتماعي موجود. الأولي أنا بقول شيء اللي شفناه احنا قبل، الأول أمي اضطرش بيت خالتي وخالتي اضطرش لنا، هل هذا يجزى؟ صدقة الفطر؟ الفطر؟ والله ما أدري شو المشكلة. أنا تكون يعني عائلية مثلاً الخالة حق يعني إيه والله هذا بيت خالتكم فلانة وهذه بيت عمتك وهذا بيت كذا وبعدين بيت عمتك. لأن هي للفقير الأصل، نعم. أن تكون لفقراء ومساكين ما يجدون الطعام. الأوليين ترى كانوا أهلنا فقار، يعني الأوليين كانوا الناس ترى يمكن يعني الناس كان عندهم كان عندهم طيبة قلب وعندهم طيبة قلب. بس هاي ما ينفع، هي اللي تجب عليك النفقة عليه ما يصير تعطي زكاة الفطر أصلا. ولا الأخت ما يجب عليها الزكاة، يتجب الزكاة الناس اللي يتجب عليهم. أنا أتكلم عن حال أنا أتكلم عن حال الأوليين، ما بقول كم سنة، كان وايد من زمان يعني. فكانوا الناس يطرشون حق بيت خالتك وبيت عمتك وبيت كذا، وكانوا فعلا الناس تطرش لهم هذا الأمر. هو يجب نفقة الإنسان على أبنائه اللي هو فروعه وعلى أصوله. أما الإخوان والأخوات والجيران الفقراء والمساكين لا شك أنهم أحوج، وفيها أجرين، يكون صلة رحم وفي وفقير تؤدى له الزكاة. ليس على إطلاقه الشيخ شقر، ليس على إطلاقه. قد يكون الخالة ممكن تكون فقيرة بين الوارث وغير الوارث. أولا يعني من تلزمك نفقته لا يجوز، كل من تلزمك نفقته فإنه لا يجوز دفع الزكاة له. ومن تلزم نفقته فيه ثلاث شروط، ومن توفرت فيه ثلاثة أوصاف، أو عفوا من توفر فيه وصفان، أن يكون فقيرا مع غنى المنفق، أن يكون المنفق عليه فقيرا، وأن يكون وارثا، أن يكون هو الوارث المنفق وارثا للمنفق عليه، سواء كان المنفق عليه وارثا لك أو ليس وارثا لك. فإن كان وارثا لك فمثلا الأخت لأختها، يعني الأخت ليست وارثة ولذلك يجوز دفع الزكاة لها وهي صدقة وصلة، لكن لأخي لكن لأخيها إن كان أخوها وارثا فإنه يعني لا يجوز دفع الزكاة له. أما إن كان محجوبا هل ندخل الشيخ في أصناف، نعم. الأصناف هناك أصناف الزكاة عمود النسب، يعني الأصول والفروع هذا لا يجوز دفع الزكاة لهم مطلقا لوثوق قرابتهم ولقوتها، ولأن النفقة يعني تجب لهم سواء كانوا وارثين أو لم يكونوا وارثين. حتى ولو كان محجوبا، حتى لو كان فقير، عفوا شيخ، لو كان محجوبا يعني محجوبا بغيره من الورثة الذين فإنه يجب النفقة عليه، فتلزمك نفقته إذا كان فقيرا سواء كان وارثا أو غير وارث. فالأصول والفروع هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة. هل أحوط الشيخ اليوم لو ما عرفت فقراء الأحوط أني أنا أوديها الجمعية وأقول لهم صرفوها في مصارفها مصارف الزكاة؟ لا شك إذا أنت ما عرفت ما 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 وجدت طريقا أو سبيلا إلى الوصول إلى فقير في البلد هنا، فما لك إلا أن تعطيها لتوكل الجمعيات الخيرية. ولعلها ما أدري أنا إن كان عندك يعني بإمكانك أن تشترط عليهم أن تنفق هنا، أو أن يعني تطلق التوكيل بأن ينفقوا بحسب رأيهم، أو تقول تحدد لهم مثلا، تقول لهم مثلا أريد مثلا الشام أو اليمن، أو مثلا تحدد يعني بلدا من البلدان أو إقليما من الأقاليم. هذا طبعا هذا يسأل فيه أهل يعني أصحاب الجمعيات هذه. ويعني لا شك أن إذا أردنا الأحوط فالأحوط هو إخراجها هنا، ومن أراد أن ينفع الأحوج فليخرج هنا ولينفع نفسه
ثم إذا وجد عنده طاقة وقدرة بعد ذلك ينفع المساكين الذين هم أحوج خارج البلد. وقد ذهب أهل العلم أو كثير من أهل العلم إلى أن الزكاة لا يجوز نقلها عند وجود المحتاجين في نفس البلد، وأجمعوا على أنه إن لم يوجد محتاج في البلد وجب إخراجها على تفصيل. بعضهم يقول أقرب البلدان، وبعضهم يقول على إطلاقه يخرجه في أي مكان. وبعض أهل العلم ذهبوا منهم المالكية والحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن وجد أحوج في الخارج فإنه يجوز إخراجها إليه، وبعضهم يقول أفضل أن يخرج إلى الأحوج. والحنفية استثنوا من عدم الجواز، وهم يقولون بالكراهة، كراهة إخراجها خارج البلد، واستثنوا من ذلك ما إذا كان له ذو قرابة. فسواء كان ذو القرابة هذا أحوج من الذي في البلد أو غير أحوج، قدموا أن يخرجها لذي القرابة وقالوا هذا على الجواز، يخرجه من حكم الكراهة. ولو صمت الشيخ الآن في الدوحة وقبل العيد بيومين سافرت إلى بلدك، تخرجها بحسب في البلد الذي أنت فيه. أنت فيه؟ لأنها زكاة. مع العلم صمت أنت 28 يوم. نعم. في هذا البلد، لكن سافرت إلى بلدك، أو العكس أنت الآن قطري وكنت مسافر في أيضا برا في دورة ورجعت قبل. نعم. العيد. الفقهاء يقولون يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه زكاة. أيوة. يعني لم ذكرنا نحن وجوب الزكاة الوقت أنه يبدأ من مغيب شمسي آخر يوم من رمضان، ليلة العيد. فإذا وجبت عليه وهو في بلد خارج قطر، وجب عليه أن يعني عند من يقول لا يجوز أن يخرجها خارج البلد الذي هو فيه، وجب عليه أن يخرجها في البلد الذي هو فيه. وذكروا قالوا أنه طعمة، يعني أنها كما أنها طعمة للمساكين هي طهرة للصائم. فقال أهل العلم هي زكاة أبدان، فلما كانت هي زكاة البدن روعي فيه المحل الذي فيه البدن، فلما كانت زكاة المال هي زكاة أموال روعي فيها في حقها البلد الذي فيه المال. فلو كان عنده مال مثلا في سويسرا ولا في أي مكان من البنوك التي خارج البلد، فإن الذين يوجبون عليه أن يخرج هذه الزكاة في بلد المال يجبون عليه أن يخرج في ذاك البلد إن لم يكن عنده مال. لم نتكلم هنا أيضا عن الآثار الاجتماعية اللي ترتب عليها زكاة الفطر. إحنا قلنا هي طهرة للصائم أيضا من الرفث، وأيضا هي أيضا للفقير والمسكين. إيش بدنا إحنا كل الأمور الاجتماعية اللي موجودة؟ الإنسان عندنا فقراء موجودين تلمسهم وتحسس وين وجودهم، حتى إحنا بدورنا ممكن نودي لهم، وإذا ما وجدنا هذا الفقير أو المسكين بإمكاننا نذهب الجمعيات إنما يقومون مقامنا في إخراجه. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. أنت تبي تدخل الفرحة عليهم، ما يقعدون يسألون ما يقدرون. فليش هني لما قالوا مثلا الأحناف 15 يوم قبل، ليش لما قالوا المالكية 3 أيام، ليش الشافعية يومين، ليش أحمد ليلة؟ هاي كلها تسهل على الناس إن في هالأيام هذه يقدر يتحرك، يقدر يوديها، يقدر يفرح الناس، يدخل عليهم السرور. صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم. فكم تسوى عند رب العالمين لما يفرح ولما يدعو لك من قلب دعوة صادقة. لما يزيد بن عبد الملك سأل أبو حازم العالم قال ما أقرب دعوة الله ما لتصل بسرعة؟ قال دعوة المحسن إليه للمحسن. فلازم نتكافل، نتعاون، نفرح الناس، ندخل عليهم السرور حتى ما يسألون الناس حتى في يوم العيد. هل أفضل الشيخ بديها بنفسنا احنا ولا الوكيل؟ بتكلم عن ظاهرتين، في جانب إدخال السعادة على الفقراء وعلى الناس، والجانب الثاني هو الجانب التعبدي وإظهار الشعار. يعني مثلا الناس تحتفل بالقريعان أو القرنقعون اللي صار، أنا هذا بغض النظر عن الحكم فيه، مثل هذه إخراج الزكاة هذه عبادة وفريضة وشريعة ومن الشعار اللي لابد تكون ظاهرة. مع الأسف هي غايبة عن المجتمع، يعني الأبناء اليوم قليل من الناس اللي يعرف المد والصاع، مع أن الأصل أنه يشوفه بشكل سنوي على أقل تقدير، يشوف أن أبوه والله يطلع الرز ويجهزونه. فهذا شيخ يربي في نفوس الأطفال وفي الجيل أن ترى إحنا الطعام اللي في مطبخنا أو اللي في بيتنا أو اللي نختزنه في جزء في وقت من السنة إحنا نطلع بأنفسنا ونكيله ونقدره، ترى له معنى عظيم. أوقات الإعطاء المال بس حق كوبون أو حتى لو مليون بناء مسجد، إذا الأبناء يعني الذرية ما يشوفونه، يشوفون واصل بناء مسجد، غير لما يبشرون العملية في الصاع ويضع في كيس ثم يأخذ مع الأب بنفسه، وشعيرة عظيمة يتربى عليه الجيل وبيحتفلون فيها. وهذه صراحة أمر يعني نطالب فيه الإعلاميين ونطالب فيه أهل الشريعة وأصحاب المؤسسات الخيرية أن يسوق مثل هذا المشروع، بحيث يكون يعني ما يخرج عن نطاق الشريعة والضوابط الشرعية، لكن تكون ظهيرة يعني
شعيرة ظاهرة عند الناس. نعم. بكلمة أخيرة في ختام حلقتنا شيخ تركي، إيش نقول حق المشاهد بالنسبة لزكاة الفطر ونختم فيها سريعا؟ نلخص كلامنا كله للمشاهد. نعم، زكاة الفطر هي تمثل قيمة التكافل بمعناه الحقيقي. إظهار هذه الشعيرة يعني يساهم في يعني إشاعة روح التكافل في المجتمع، في الناس، في الأبناء، في الذرية، في المجتمع، في الأقارب، في الناس. إظهار هذه الشعيرة مما يساعد في تنمية روح التكافل. يعني لك أن تتأمل كيف أن الفقير الذي لا يملك نصابا من المال يساهم في هذا، يساهم، يأخذ ويدفع. هذا معنى عظيم جدا من معاني التكافل. يعني وهذه من الحقوق سمت أيضا، وهذه سمت إليه هذه الشريعة السامية حقيقة، وهذه حق من حقوق المسلم سمعنا المسلم. أنا حقيقة أشكر ضيوف الكرام، معي الشيخ تركي بن عبيد، الشيخ عبد الله بن عيسى الجبار، أيضا الشيخ عايش القحطاني، وأيضا الشيخ شقر على وجودهم معنا. أتمنى يعني إحنا وصلنا جزء من مسألة زكاة الفطر، اللي أتمنى من كل الناس أنه ما ينسونها. الكثير من الناس يسألوننا نسيناها. الواحد لابد أنه يحدد، وأنا أقول حق الزوج والزوجة، واحد منكم يتكفل بهذا الأمر، لأن ساعات الزوج يقول أنا قلت حق الزوجة طلعي، والزوجة تقول حق الزوج أنا قلت لك طلع، فكل واحد يتفق حتى نطلع هذه الزكاة حتى تكون طهرة للصائم. وصلت وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج رمضان الدوحة، استودعكم الله، والتقي معكم غدا إن شاء الله، ما يندرى آخر حلقة ولا اللي بعده. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،